الحفاظ على كل أشكال التعبير الحساني سواء كان شعرا أو نثرا أو حكاية أو أمثالا. الحكم الذاتي والجهاد في أيديك وفي أيدين رجالك بأقوالك في القبلة والتل. اليوم مهرجان القصيدة البدوية استطاع أن يكون منفتحا على المرأة وعلى الرجل وعلى جميع فئات المجتمع، لتستطيع من خلاله المرأة أن تنفتح على أصناف وأغراض أخرى من الشعر غير شعر التمراء الذي تفردت به منذ القدم. بطبيعة الحال هذا المهرجان مع مجموعة من الشركاء تسعى المنظومة المحلية إضافة للمجتمع المدني ومجموعة من الشركاء المشاركين من جهة العيون الساقية الحمراء وكذلك وافدين من جهة قلمي واد نون وجهة الدخلة والذهب إلى ترسيخ النموذج التنموي الرامي إلى توثيق وتثمين التراث الشفهي الحساني والحفاظ على الذاكرة الجماعية. وبطبيعة الحال في فعالية المهرجان هناك مجموعة من المسابقات الشعرية والندوات التي ترمي كلها إلى الحفاظ على هذا الموروث وتثمينه وتوثيقه والمساهمة في الحفاظ على كل أشكال التعبير الحساني سواء كان شعرا أو نثرا أو حكاية أو أمثالا. من الشمال وثار الكل ثار الهون وثار النفم وفي همزات الرومان الحضر شعر